مساء الخير مو جنرال. مين خويجة سعيد؟ شو جايبك لهون؟ اذا بتريد مش ناقصني نكد. ما كنتش عم بقطشك عن قرب الدنحال تقبرني، ولعلك لو بتكونوا انتو عم تحضروا قرب الدنحال كنت انحلت من زمان مو جنرال. هلا تيجي خلصني قلي شو بدك اذا بتريد نصيحة مو جنرال، ما عش تضيع وقتك حبيبي. لحظة هلا تنية، حضرتك تفهم سياسة اكتر مني خويجة سعيد؟ ما انا رب النكد، يعني طبعا بفهم سياسة اكتر منك مو جنرال. اكسكوت فيل من هون اذا بتريد خلصنا بقى. ما حزرت مش فيل من هون الا ما اسألك سؤال. شرف سؤال هلا تنية خلصنا مو جنرال. مش حضرتك عم بتطالب بالجنسية اللبنانية للمغتربين صح؟ صح. طب مين قال لك تقبرني انه هني بدهم اياها؟ سألتهم حضرتك؟ هني قالوا لك انه بدهم يتركوا الجنة ويجوا على جهنم؟ هني قالوا لك انه بدهم يتركوا العصافير ويجوا على الدبان؟ هني قالوا لك مو جنرال انه بدهم يتركوا ريحة الخضار ويجوا على ريحة الزبالة؟ هني مو جنرال قالوا لك انه بدل المترو المرتب النظيف بدهم يقنوا سيارة ويعلقوا بعجقة السير ويلتقوا بوليس السير ويموتوا على هالطرقات الجميلة؟ شكلك نسيت شعار سعيد الشهير والعظيم. يلا ما لها شي مو جنرال، بدي عزبك انا وياك على الكاميرا بلبنان. بلبنان؟ أفي الشي بيبسط يا خيي. أفي الشي بيبسط يا خيي.